وداخل فيلا أسر العمري. يا شمس. نعم يا مرام هانم. أدهم أكل؟ آه يا هانم أكل ودخل ياخد شاور كمان. تمام يا شمس متشكرة، الشكر لله مدام مرام. بقول لحضرتك إيه، كنت طالبة من حضرتك طلب يعني. اتفضلي. طبعا يا شمس، صاحب العمارة اللي احنا فيها عاوز يمشينا منها أنا وبنت أخويا الصغيرة اللي بعتبرها زي بنتي بالظبط، فلو في إمكانية يعني ناخد الأوضة اللي بره في الجنينة لحد بس ما نلاقي سكن تاني، أو يعني لو حضرتك عاوزاني أدفع مكان الأوضة طول ما احنا قاعدين. وده حقك طبعا. انت بتقولي بس يا شمس، ده انا اللي كلمتك اكتر من مره ان انت تيجي تعيشي معانا هنا، انت اللي كنت بترفضي على طول. انا عمري ما هنسى معروفك معايا ولا مع ابني اللي اعتبرتيه مكان ابنك اللي روح واعتنيتي بيه لحد ما كبر، رغم انه هو كمان كان ممكن يروح مني بسبب حالته الصحيه، بس كنت بالنسبه له امه الاولى مش التانيه. طبعا يا مدام مرام ادهم ابني ومتشكره قوي لحضرتك. راحت شمس على الشقه اللي قاعدين فيها، وكان موجود فيها أجمل وأرق بنوتة اسمها جنة، بنت أخوها اللي عندها 9 سنين وربتها ومن وهي عندها 4 سنين. يلا يا جنة لمي هدومك يا حبيبتي عشان هنسيب الشقة ديت. هنسيبها ليه يا ماما؟ هو عمو صاحب العمارة هيمشينا برضو؟ آه يا حبيبتي، بدل ما كل شوية يخبط علينا ويبقى عاوز الإيجار وإحنا دلوقتي هنروح مكان تاني مش هيكون فيه ده. طب هو فين المكان ده يا ماما؟ يلا بس ولما نوصل ان شاء الله هعرفك كل حاجة. حاضر يا ماما. وبعد ساعة وصلوا الفيلا، واول ما دخلوا كانت موجودة مرام وابنها ادهم. سلام عليكم. ردوا السلام وقال لها ادهم، ماما شمس هي مين البنوتة دي اول مرة اشوفها؟ دي بنت اخويا يا روح قلب ماما من جوه. روحي يا قلبي سلمي على مرام هانم وادهم. سلمت جنة على مرام بإيديها وقالت لها، ازاي حضرتك يا طنط مرام؟ الحمد لله يا حبيبتي، بس بلاش طنط دي، تقولي لي يا مرمر زي ما ادهم بيقول لي. جنة بابتسامة لطيفة وحب ليها، حاضر يا مرمر. وبعد ما سلمت على مرام لقيت ادهم قرب منها ومد ايده ليها وقال لها، ازيك يا جنة؟ حطت ايديها ورا ظهرها وقالت له، الحمد لله يا ادهم. أدهم باستغراب، إيه ما بتسلميش ليه؟ أسفة، أصل ماما شمس علمتني إن ما ينفعش أسلم على ولد غريب عني. بصلها أدهم بابتسامة رغم سنهم الصغير ده، إلا إنه حس إنها مميزة عن البنات اللي في سنه وفي سنها. وكملت مرام بفرح وقالت لها، برافو عليكي يا جنة، عرفتي صحيح تربي يا شمس. شمس بفخر ببنت أخوها. ربنا يبارك في حضرتك يا مرام هانم يا رب. انا عاوز اقولك شمس مش بتسيب فرض وحافظ 10 اجزاء بالرغم من سنها الصغير ده. اللهم بارك. وانت على كده في سنة كام يا حبيبتي؟ انا في رابعة ابتدائي، بس ماما شمس قدمت ليا في المدرسة بدري. ربنا يحميك يا حبيبة قلبي يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا مرام هانم. احنا هنستأذنك دلوقتي ونروح على الأوضة، ولو حضرتك احتجتي اي حاجة ناديني. ماشي يا شمس اتفضلي. راحوا على الأوضة ورتبوا كل حاجة وبعد كده ناموا. وتاني يوم الصبح بتصحى جنة على صوت خبط الباب وبتفتح، فبتلاقي أدهم. نعم يا أدهم. ماما بتقول لكم اغسلوا وشكم وتعالوا عشان تفطروا. جنة بابتسامة جميلة، حاضر متشكرة قوي، هنصلي بس الضحى ونيجي على طول إن شاء الله. أدهم بابتسامة، ماشي ما تتأخروش عشان هستناكم. وشوية وراحت شمس الأول، تعالي يا شمس افطري معانا النهاردة انتي وجنة. بس كده كتير قوي يا ست هان، وبعدين ما يصحش، مش عاوز اسمع منك الكلام ده تاني. وبعدين أم أدهم ما ينفعش تقول الكلام ده، ولا ايه رأيك يا أدهم؟ أيوة صح يا ماما. كانت مرام لسه هتسأل عن جنة بس لقت اللي سبقها وقال لها، هي فين جنة؟ أسر باستغراب، مين جنة؟ بنت أخويا الله يرحمه يا أسر بيه. اه معلش، اصلي ما شفتهاش معاكي قبل كده. هي جايه دلوقتي ان شاء الله. وثواني وجت جنه. سلام عليكم. ردوا السلام. وياسر قال لها، هي دي جنه؟ دي صغننه خالص. هو انت عندك كام سنه يا قمر؟ عندي 9. طب اتاخرتي كده ليه؟ ده احنا خلاص جوعنا على الاخر. معلش يا عمو، اصل صليت النهارده الضحى 4 ركعات، لان اللي بيصلي الضحى 4 ركعات ربنا بيكفيه،
وكمان بيأجروا كل حاجة محتاجها اليوم ده. ما شاء الله، بقى كل ده يطلع من الحجم الصغير ده. اي يا عمو انا صغننة، بس عيالي كبير على فكرة. ضحكوا عليها وقعدت جنة تاكل معاهم وما خدتش بالها من اللي كان مركز معاها، بس ده لحظته مامته. وتعدي كذا سنة وجنة توصل أولى إعدادي وتلبس الحجاب، وفي يوم بتخرج من المدرسة بتلاقي أدهم في وشها اللي كان في الوقت ده في ثانوي. انت بتعمل هنا ايه يا أدهم؟ في حاجة؟ جاي أخدك. تاخدني ازاي يعني؟ أخدك أوصلك البيت معايا، أصل أنا خرجت من المدرسة بدري النهاردة، قلت أعدي عليكي وده كمان أول أسبوع ليك في المدرسة، فقلت أوصلك بالمرة. بس ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنك ما تقربليش ليا أدهم، ومش من محارمي يعني، ولا بابا ولا ماما ولا خالي ولا أخوي ولا حتى جدي. على فكرة عادي يا جنة، وانت لسه صغيرة. لا أنا مش صغيرة ومش عادي طبعا، ماما شمس فهمتني كل حاجة. انت دلوقتي لو عندك أخت وأنا عندي أخ، ينفع أختك في مرة وهي خارجة من المدرسة أخويا يروح ليها ويقول لها تعالى أخدك ونروح، وهو ما يقرب لهاش حاجة؟ أدهم بابتسامة على وشه وبدون ما يشعر اقتنع بكلامها. لا طبعا ما ينفعش. جنة بزعل طفولي، طب أما ما ينفعش يبقى اللي ما ترضهوش على أختك ما ترضهوش على بنات الناس بعد إذنك. مشيت من قدامه، أما هو ما قدرش يمسك نفسه من الضحك على براءتها. انتي ممكن تكوني صغيرة يا جنة، بس صدقيني أخلاقك مخلياكي أكبر من سنك ومن سني أنا شخصيا، وده اللي عاجبني فيكي. بتوصل جنة على الفيلا وبتقابل مرام. سلام عليكم، ازيك يا مرمر؟ أحلى مرمر بسمعها منك، بس مالك حساكي فيكي حاجة؟ سلامتك يا مرمر، الحمد لله. أنا هطلع بقى عشان ورايا مذاكرة كتير، بس فين ماما الأول؟ في المطبخ بتساعد دادا سنية، كانت لسه هتروح لخالتها، بس لفت لمرام وقالت لها على فكرة يا مرمر أنا بشكرك قوي. بتشكريني على إيه بس يا حبيبتي؟ إنك بتعتبريني زي بنت، بالرغم إن خالته اللي بعتبرها مامتي غريبة عن أدهم، واعتزتي بينا وما سبتناش لغاية دلوقتي، بالرغم إن أدهم كبر خلاص. أستغنى عنها إزاي بس يا حبيبتي وهي أم أدهم من الرضا، وليها فضل بفضل الله علي وعليه، يعني أدهم ابن خالته وبيعتبرها زي مامته بالظبط، فتفتكر أقدر أبعد أم عن ابنها ولا ابن عن أمه؟ جنة بابتسامة، مش بقولك أحلى مرمر وإنتي أحلى جنة. طلعت أوضتها وهي بتسترجع ذكرياتها وبترجع ورا فلاش باك. أنا عاملة ليكم مفاجأة. خير يا مرام هانم؟ أنا وأدهم جهزنا ليكم أوضة جوه الفيلا. جنة فرحة، بجد يا مرمر؟ أيوة بجد يا قلب مرمر، وأدهم كمان ساعدني وجابلك ألعاب حلوة قوي عشان تلعبي بيها. متشكرة قوي أدهم. العفو يا جنة، أتمنى بس الألعاب اللي جبتها لك تعجبك. أكيد هتعجبني بإذن الله. فات من ذكرياتها على صوت خبط الباب. نعم يا أدهم. إزيك يا جنة؟ جنة بنفس صبر، ما أنت لسه مسلم عليا قبل ما أجي. وماله، كتر السلام بيزيد المعرفة. وأنا مش عاوزة أتعرف لأن عارفاك، ولسه قايلة لك ما ينفعش الولد يكلم بنت ولا البنت تكلم ولد، صح ولا مش صح؟ أيوة صح، عشان كده جاي اعتذر ليكي. هو انت جاي تعتذر لي على اللي حصل قدام المدرسة ولا اللي جاي تعمله دلوقتي؟ على الاتنين. تمام، اعتذار مرفوض بعد اذنك. وما عطتلهوش فرصة وهبدت الباب في وشه، اما هو وللمرة التانية ما مسكش نفسه من الضحك. وتمر كذا سنة لحد ما بتوصل جنة لتانية ثانوي وبتجيب النتيجة وبتكون الاولى على دفعتها. افرحي يا ماما، أنا طلعت الأولى بتقدير 100% والحمد لله. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما يا رب، بس في حاجة صغيرة كده. إيه يا حبيبتي؟ هو بصراحة المدرسة اللي أنا فيها بسبب إن طلعت الأولى عطتني منحة المدرسة داخلية خاصة. يعني إيه يا جنة؟ يعني لو روحتي مش هشوفك طول السنة؟ لا مش للدرجات يا ماما، أنا أصلا ما استغناش عنك يا حبيبتي، هو كذا شهر وهرجع ليكي تاني بإذن الله. سكتت شمس ومردتش ترد. من فضلك يا ماما وفي، ده هيفرق معايا كتير قوي، خاصة في دراستي الجامعية. هو في نفس اليوم مالك يا شمس؟ أصل جنة جايلها منحة في مدرسة داخلية وأنا خايفة عليها تبعد عني
ومعرفش ايه اللي ممكن يحصل لها هناك. مرام بابتسامة: مش عاوزاكي تقلقي. ازاي بس ما قلقش؟ اصلها لما تروح هناك هتلاقي. وقالت لها اللي خلتها مش مصدقة نفسها. وبالفعل راحت شمس للمدرسة الداخلية، بس اول ما دخلت: اهلا بيكم، انا مستر ادهم اسر العمر. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالفعل راحت شمس للمدرسة الداخلية، بس أول ما دخلت: أهلا بيكم، أنا مستر أدهم أسر العمر. اتفاجئت بيه، بس كملت دروسها. وبعد الحصة كانت لسه هتخرج من الفصل بتلاقي أدهم بينادي عليها. جنى استني. نعم يا أدهم. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا جيت هنا لأن أخدت منحة، بس ما كنتش أعرف إن انت بتدرس هنا. ما أنا اتنقلت هنا جديد برضو في المدرسة. تمام، طيب بعد إذنك عشان ما ينفعش وقفتنا مع بعض بالشكل ده. استني يا جنة، انت جديدة هنا وهعرفك على نظام المدرسة والأماكن اللي فيها. أدهم لو سمحت، قلتلك متمرة إني ما أقربش ليك حاجة، يبقى ما ينفعش أمشي معاك، وافتكر إن قلتلك الكلام ده قبل كده كتير. لا مش ناسي يا جنة، بس على فكرة أنا ابن خالتك شمس، وأتمنى إن انت اللي ما تنسيش ده. مش ناسية، بعد إذنك. مشيت من قدامه وهو بيقول لنفسه: تفتكري هسيبك تدخلي مدرسة مختلطة لوحدك في السن ده؟ لازم أجي وأكون مدرس هنا عشان أكون مطمن. هو كمل بتأثر: والأكتر من كده واللي أنت ما تعرفوش يا جنة، إن لما عرفت إن المنحة دي ممكن تفرق قد إيه في مستقبلك غيرت خططي كلها عشانك، خاصة لما خالتك كانت هترفض لو ما كنتش معاكي. مشيت جنة لوحدها شوية بس بتستغرب إن المدرسة فيها ولاد وبنات ومتصاحبين على بعض بالشكل ده، بعكس مدرستها اللي كانت فيها اللي كانت كلها بنات بس. وفي لحظة بتتفاجئ ان في شاب قرب منها وقال لها: ازيك؟ تمام بعد اذنك. استني بس، راح فين؟ زقته وقالت له: انت ازاي تعمل كده؟ وهنا بقى جه ادهم اللي افتكره اسامة طالب زيه. في ايه؟ وانت مالك؟ خليك في نفسك. طب امشي من هنا على فصلك لحسن اعمل منك شاورما لو قربت منها تاني. اسامة بعند: هقرب، وريني هتعمل ايه. ومع كلمته ديت ما استحملهاش ادهم، وفي ثواني: والله العظيم ما هسيبك، انت اللي سنتك كلها هتكون بيض على يدي، اما وريتك ما بقاش انا ادهم العمري. واثناء كلامهم بيشوفهم ولد وبيطلع على المدير وبيبلغه بكل حاجه، فبيحضر المدير حالا. اتفضلوا حالا كلكم على المكتب بتاعي. في ايه يا مستر ادهم؟ اسامه بمفاجاه: ايه مستر؟ مستر أدهم مدرس الدراسات الجديد. أسامة لنفسه: يا نهار أبيض، شلت المادة. ممكن بعد إذنك أحكي اللي حصل؟ اتفضلي. حضرتك أنا كنت طالعة من الفصل بتاعي وفجأة لقيت الشاب ده وبدأت تحكي لي كل حاجة حصلت. هو الأستاذ أدهم يقرب ليكي حاجة؟ كانت لسه هترد بس أدهم سبقها وقال له: أيوة يا فندم، أنا ابن خالتها. طب أنا آسف يا مستر أدهم، وبتأسف للأنسة، وأسامة ده حسبه معايا، لأن دي مش أول مشكلة يعملها في المدرسة، وعشان كده هياخد رفض أسبوع بحاله. لا خلاص حضرتك أنا مسامحاه. لا هو غلط ولازم يتحاسب. لا يا أستاذ، ربنا غفور رحيم، بس أهم شيء إنه يتعلم وما يعملش كده تاني. أنا آسف يا جنة، وبتأسف لمستر أدهم، وصدقوني مش هيتكرر ده تاني. تمام ماشي، أما نشوف. بعد إذنك يا فندم، كنت عاوز أعرف جنة هتقعد فين بالظبط. مبنى 4 أوضة 9، فيها 3 زمايل بنات معاها. ماشي يا فندم بعد إذنك. ماشي يا فندم، متشكر لحضرتك. بعد إذنك عشان هنخرج إحنا. اتفضل يا مستر أدهم. خرج أدهم اللي كان متعصب وقال لجنة: عاجبك اللي حصل ده؟ محدش قالك تتدخل يا أدهم. اسمي مستر أدهم، وما تنسيش إن أنا أكبر منك والمفروض تحترميني، وبعدين خالتك موصياني عليكي. خالته؟ هي عارفة إن أنت هنا؟ أيوة طبعا عارفة، عشان كده هي وافقت تدخلك المدرسة هنا. طيب بعد إذنك. اتفضلي اطلعي على أوضتك حالا على طول، ولا تروحي شمال ولا يمين، مفهوم؟
حاضر مفهوم. طلعت جنة على الأوضة بتاعتها، وأول ما دخلت لقيت تلات بنات. إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ جوتي اللي قال لي عليها المدير. لا يا حبيبتي، أنت تروحي كده زي الشطرة عند المدير وتقولي لي إن أنت عاوزة تتنقلي من الأوضة دي، وإلا أيامك هتكون بيضة معانا. اعملوا اللي تعملوه، أنا ما بخافش غير من ربنا عز وجل. بس أنت وهي لو ما سكتوش أنا نفسي هروح أقول للمدير كفاية اللي طفشتهم قبل كده. ماشي يا نرمين، لما وريتك انت واللي واقفه هناك ديت وقعدت تدافع عنها ما بقاش انا مريم. طلعت مريم وسلمى من الاوضه وقربت نرمين من جنه وقالت لها ملكيش دعوه بيهم، انا برضه اول ما جيت عملوا معايا كده. المهم انت اسمك ايه؟ اسمي جنه. وانت اسمك نرمين صح؟ ايوه صح، عاشت الاسامي. ايه رايك نبقى اصحاب؟ جنه بحب. اكيد طبعا، ونبقى اخوات كمان. وفي اوضه المدرسين، هو أنا ليه عملت كده واتعصبت عليها بالشكل ده؟ معقولة؟ معقولة وصل إعجابي بيها للمرحلة ديت؟ أنا نفسي بجد أخد خطوة عشان نبقى في الحلال، بس لسه وقتها مجاش. نروح بقى عند جنة بعد شوية اللي كانت نازلة للتويلت وبدون قصد بتخبط في أدهم. متأسفة. عادي ولا يهمك. طب بعد إذنك استني بس، عاوزة أقولك حاجة هتعرفيها قريب. حاجة؟ حاجة إيه؟ هتعرفيها قوي قريب بإذن الله، أنا عاوزك بس تنتظريها. تمام، بس ممكن حضرتك تعديني؟ اتفضلي عدي. ما حضرتك واقف ورا الباب اللي عاوز أدخل فيه. أذان بإحراج؟ اتفضلي لمؤاخذة. وشوية وطلعت جنة على الأوضة بتاعتها. إيه يا بنتي اتأخرتي كده ليه؟ أبدا، أصل حصل وقابلت مستر أدهم تحت و... وحكيت لها الموقف اللي حصل مع أدهم كله. أوبا بقى، بالشكل ده أستاذ أدهم معجب بيكي. جنة بمفاجأة، استغفر الله العظيم يا رب، انتي بتقولي ايه يا نرمين؟ ايه اللي قلته يا بنتي؟ بقولك استاذ ادهم معجب بيكي وبيلمح ليكي كمان انه عاوز يتقدملك. وبعدين هو الحب كله حرام ولا ايه؟ انا ما قلتش ان الحب كله حرام، بالعكس في حب كمان حلال طالما كان في طاعة ربنا عز وجل بدون تجاوزات زي كلام او سلام او نظرات. ما ده اللي اقصد عليه يا بنتي. لا انت واضح كده دماغك راحت لحاجة تانية خالص، لان ادهم بيعتبرني زي اخته وبس. وتعدي السنة الدراسية كلها لحد قرب امتحاناتهم، وفي اوضة البنات، بصي بقى يا حلوة انت وهي لو ما قلتلوش اجابة الاسئلة في الامتحانات هنروح نقول للمدير ان انتوا بتخرجوا بالليل وتقابلوا شباب والفراش بيبقى نايم بقى. الحي يا جنة، بصي بيقولوا ايه؟ ما تخافيش منهم، بعون الله مش هيقدروا يعملوا لنا اي حاجة. وانا بقول لكم اهو مش هتقدروا تعملوا لنا حاجه ولا حتى اي حاجه، كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وتاني يوم الصبح، انا وصل انكم بتخرجوا كل يوم بالليل تقابلوا شباب والفراش نايم. حضرتك استحاله جنة تعمل الحاجه ديت. جنة بثبات، حضرتك هو فين الدليل على ده؟ لا بس زمايلكم الاتنين شافوكم. انا بقى حضرتك معايا الدليل عكس اللي هم بيقولوه. فتحت الفون بتاعها وسمعتهم التسجيل اللي سجلته ليهم لما كانوا بيكلموها في الأوضة. التسجيل ده غلط يا فندم، وبعدين ما حصلش. اسكتي خالص ما اسمعش صوتك. بتأسف ليك يا جنة انتي ونرمين على اللي حصل دلوقتي، أما دولت حسابهم معايا بعدين. كان واقف وفرحان بيها إن قد إيه الصغيرة ديت كبرت وبقى يعتمد عليها. وتعدي السنة الدراسية السنوية كلها وتدخل جنة الكلية، والنهاردة بيكون أول يوم دراسي ليها. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب. تسلميلي يا مرمر، مش مصدقة إن اليوم ده جه وبنتي كبرت. حبيبة قلبي يا شموسة، بنتك كبيرة من زمان بس انت دايما اللي بتشوفيها طفلة صغيرة. وقفت واتكلمت معهم شوية وبعد كده قالت لهم هستأذنكم بقى وأروح على الكلية. وفعلا اتحركت بس لفت ليهم وقالت لهم هو صحيح أنا أروح الكلية دلوقتي، بس أكيد أكيد يعني مش هلاقي أدهم هناك زي ما لقيته في الثانوية، صح كده ولا ايه؟ ها؟ ليه يا بنتي؟ هو عفريت العلبة ولا حاجة؟ ما انا قلت كده برضو، مش معقولة تحصل مرتين. وفعلا راحت جنة على المحاضرة بتاعتها مع نرمين صاحبتها اللي كانت معاها في نفس كليتها، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا. السلام عليكم، انا دكتور ادهم اسر العمري، مدرس مادة التربية والسنة دي بإذن الله. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا
بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.